تاركم. ابو من يا تسالون براحتكم. ابو حور. ابو حور الله يبيض وجهك. وجهك. انا رجال اعلم بالترفيه مثل ما قال اخوي. اسال الله يطول. يا جماعه الخير تعالوا حنا ننظر في اللي ما يقدم في السوشيال ميديا بصفه عامه. ابني اولادي واولادك الان جالسين عندنا في البيت، وتعالوا انا واهلي، والله انا احيانا تقهوى وشوي انها تلزم جوالها واني الزم انا جوالي، كل يسبح في بحر خارج هذا البيت، بل صار عندنا بعض تفكك اسري بسبب السوشيال ميديا، اما ايجابي او سلبي، والسلبي ما ودي اقول انه زاد خاصه في صغار السن. صغار السن اذا اعجب باي مشهور من المشاهير صار يتقمص هذه الشخصيه، وصار ينجرف وراء هذه الشخصيه، وصعب اني اقول لولدي انت وش تتابع او بنتي، لانك بتضع في شك بينك وبينهم. لكن لما تربط علاقتهم برب السماوات والارض وتذكرهم وتكون انت وياهم في جروب وترسل فلا باس. اصحاب المحتوى الطيب لهم متابعين، لكن غالبا الناس ترى تحب الفله، تحب البسطه، تشوف اللي يدخل عليها السرور باي شكل كان، وتلقى متابعين كثر. وبعض المشاهير وليس الكل يبحث عن طعه، عن افتعال مشكله سواء حقيقيه او غير حقيقيه، جيده او غير جيده، ايجابيه او سلبيه، ثم يضعها. هم يصير هذا الحراك الاعلامي القوي حول هذه المشكله لتزيد ايش المتابعات. بل يعني صارت الدوله حفظها الله تتابع بعض المحتويات اللي تجده يعمل مثل هذه الاشياء، ما تدري الا تم القبض، يسحبوه، ممكن يشهرون ويتكلمون انه افتعل قصه كذا او سوى كذا. اما المحتوى الجيد فلا يبحث عنه الا صاحب فكر عالي، فكر رائع، يبحث فعلا عن الخير. وعن انا اتابع والله بعض الشيبان بالاسم في قصصهم مثل ما قلت، في إيحاءاته، بل بعض المدربين استغلوا مثل هذه المنصات للتوجيه. فالسوشيال ميديا هو كتاب مفتوح أمام كل أي شخص، فيه الغث وفيه السمين، ممكن أنك أنت تفتح على هذه الصفحة وتستوقفك، وممكن أنك تفتح هذه الصفحة وتستوقفك. نقطة جيدة هنا، أي لكن ذكرت استوقفه يعني ولا مقطوع لعلمك، الآن هذا هو المحتوى. أي هذه اللي تستوقفه، لازم أنك تجيب شيء تستوقف المشاهد عندك. أي هذه أنت تخليه تجذبه أنه يكون عندك. ممتاز. هذا ما هو محتوى يا خالد، معلش. هذه القوة. الاستيقاف ما هو محتوى. طيب الاستيقاف عملية أنه في شيء، بس يمكن الأستاذ خالد يمكن عشان المشاهد ما يأخذ أنه توجه خالد. عملية الاستيقاف هي الغرابة، الشيء اللي يستوقفك هو شيء غرابة. المحتوى هو رسالة وهدف ورؤية. سلام. صحيح. عشان يكون عندك محتوى، عندك رسالة معينة، عندك هدف معين، عندك رؤية، ساعات وجد أشياء تستوقفنا، لكن ما هي من ضمن توجهاتي. أي بس أنا اللي تخلو من قبل شوي. فأنا ودي تشرح نقطة إنه الشيء اللي يستوقفه. الشيء اللي يستوقف مثلاً أنا الآن عندي محتوى طيب، وأبغى استوقف مثلاً المشاهد، مثلاً الآن أنا عندي هذا الموضوع، أنا بنزل في حسابي إن شاء الله اليوم، من أول مرضى على الرسول اللهم صلي وسلم عليه. اللهم صلي على محمد.